صباح الخير كريستينا، كيفك؟ صباح النور هبة، لك وللمشاهدين. عارفينا صباح الخير. صباح الخير جون، صار لي 6 سنين بتدرب. اهلا وسهلا فيك جون. كيفك؟ صباح. يعني اليوم هو موضوعنا موضوع ربما يشغل بال الكثيرين حول العالم. دائما نتحدث هنا في صباح النور انه الحياة صارت للامام، كل شيء عم هيك يعني عم بنقدم فيه الى الامام، من ناحية قيادة السيارة، من ناحية حتى الأجهزة الإلكترونية، خلى انه وضعية ظهرنا تكون غير صحية. كيف بنقدر نعدل هذه الوضعية؟ هل ممكن تعديلها فعلا؟ صاحبة، هلا بخصوص الأمراض الصحية اللي عم نقطع فيها، الوباء كثير عم نضل على الاونلاين او عم نكون على اللابتوب ورا الشاشه او على التليفون، بقى الوضعيه مع الوقت رح تصير شوي كتفنا لقدام او رقبتنا لقدام، وهذا الشيء مش كل المشاهدين او الكل بينتبه له، بقى بالتالي لازم نعرف اذا وضعيتنا صحيحه وشو هن التمارين رح يساعدونا انه نظبط هيدي الوضعيه. نعم. اليوم معنا جون، ريسنتلي قالنا انه صار له بيتمرن 6 سنين ومحافظ على رشاقته، من هيك حبيت انه يكون معنا اليوم. نعم. وبذات الوقت رح نعرف شو هي الوضعيه الصح من خلال الجو ونطبق هالتمارين معه. نعم. رح نطلب من جو يبرم شوي على الكاميرا البروفيل لنقول للمشاهدين شو هي الوضعيه الصحيحه. اهم شيء انه الرقبه تكون بمستوى الكتف. في عالم مثلا بتكون رقبتهم شوي لقدام، ما بينتبهوا انه وضعيتهم شوي لازم انه تتزبط، والكتف بمستوى الخصر والخصر بمستوى الركبه، بقى كلهم عم بيكونوا مثل لاين واحد. بقى اليوم رح نبلش اول شيء من فوق، التمارين من فوق لتحت ليساعدونا انه نظبط هيدي الوضعيه. رح نبلش اول شيء بتمرين اللي هو رح يقوينا رقبات عضلات الرقبه. رح نرجع حنكنا لورا، وبذات الوقت رقبتنا قد ما فينا لورا، ونقربها لقدام، نرجع منرجع لورا قد ما فينا. رح نعمل هيدا التمرين من 5 ل10 مرات. هالتمرين بيساعدنا ان الرقبه ترجع لمستوى الكتف. بعد مرتين ليشوفوها المشاهدين مزبوط، رح نقرب لقدام، نرجع لورا، كتير منيح. هلا رح ننتقل للتمارين اللي نحن وقاعدين كيف فينا نظبط قعدتنا او نعملها نحن وقاعدين على الكمبيوتر او على المكتب. اول شيء رح نبلش بهيدا التمرين، رح نقرب ايدينا لقدام ورح نرجع كتفنا قد ما فينا لورا. بهيدا التمرين رح نخلي الكتف يرجع لورا في حال نحن كنا شوي راوندد شولدرز او مقرب الكتف لقدام. رح نعملها بعد مره. رح اطلب من جون انه يبرم شوي على البنش للمشاهدين يشوفوا الاكس من ورا. يس، فينا نقعد هون بليز. اوكي، رح كمان نفتح قد ما فينا لورا. بقى مثل ما شايفين هون رح يكون في مثل ارك صغيره. نعم. رح تساعدنا انه نقوي عضلات الظهر. عاده يلي عنده شوي كتف مقربين بيكون التشست عنده شادد من قدام، الصدر شادد والعضلات الظهر ضعيفه. بقى نحن لنرجع نرجع هيدي العضله لورا لازم نقوي عضلات الظهر، بذات الوقت نعمل حركات الليونه للتشست. بقى هيدا التمرين رح يساعدنا على هيدا الموضوع. بس فينا الملفت بالنظر قبل ما تكملي هيك التمارين انه مش عم تعتمدي على اثقال. صح، مزبوط. يعني عم تعتمدي كانه على ثقل الجسم نفسه. هول التمارين هيبه كثير هينين، وبالتالي حيلا حدا في يعملهم ومنه بحاجه لولا شيء من تولز او يكون عنده جيم بالبيت او هو يروح على الجيم، ولكن انه بيثبتوا نجاعتهم يعني بعد وقت، لانه مزبوط. الناس ايضا دائما هناك خوف بانه اذا انا ما حملت ثقل ربما. صح. يكون النتيجه كثير ابطا من مزبوط. هو مش مهم صعوبة التمرين، المهم انه نحن نلتزم فيهم وما نعتبرهم انه هينين بالتالي ما رح يساعدونا. نعم. اذا التزمنا مرة على مرة رح نلاحظ انه لا، عن جد الباستشر تبعنا او الوضعية صارت احسن، وبذات الوقت رح نوصل لنتيجة. نعم. هلا رح ننتقل للتمارين في حال نحن كنا على اللابتوب ما نضل كثير بهيدي الوضعية، فينا من ساعة للثانية نقوم نعمل تمارين على حيال لحيط موجود حدنا. نعم. اوكي، رح نعمل اول تمرين. رح نحط اول شيء ايدينا على الحيط، نعليهم قد ما فينا وما نكون كثير قراب على الحيط مثل ما المشاهدين رح يشوفوا. رح نعلق ايد بعكس اجر ونطلع قد ما فينا لفوق مثل هيدي الوضعيه. بهيدي الطريقه بنكون كمان عم نرجع هيدي العضله لورا، وبذات الوقت عم نشد اسفل الظهر كرمال الباستشر تصير اضبط. اوكي، كمان بنبدل الاجر بالعكس كل فتره للتاني. هيدا التمرين هبه لازم نعمله تقريبا من 10 ل 15 مرة، وكثير مهم انه نعملهم تقريبا 3 مرات بالنهار لنحصل على نتيجة. نعم. لأنه مثل ما قلتي بلا أثقال ولا شيء. نعم. هلا التمرين الثاني كمان على الحيط. رح نحط إيدينا تقريبا 90 درجة، ظهرنا على الحيط.
رح نرجع نعليهم قد ما فينا لفوق. وكثير مهم هبه هون انتبه لشغله، انه اسفل الظهر لازم يكون كمان على الحيط. لما نحط ضغط على اسفل الظهر وهذا الشيء بيؤدي لاصابه مع الوقت. رح كمان نرجع قد ما فينا لفوق نحن بايدينا على الحيط. بقى هيدا التمرين رح يساعد عضلات الظهر يقووا، بذات الوقت نلين شوي عضلات الصدر اللي حيكونوا شوي شادين بخلوا انه كتافنا يصيروا لقدام. هلا مثل ما شفنا لكان عملنا تمرين الرقبه مع الكتاف، هلا اخر شيء رح يكون تمارين الجلوتس اللي هن الخصر. هول التمارين كمان حيساعدونا انه نقوي عضلات الجلوتس كرمال نقدر انه نصير كلنا مثل لاين واحد مثل ما قلنا بالاول. رح نحط ايدينا حد خواصرنا ونطلع قد ما فينا لفوق ونرجع ننزل. فينا لنعملها شوي اصعب، فينا نعلي اجر واحدة لفوق نرفع اجر ونطلع. هون بيكون كمان عم نشتغل على العضلة اللي هي فوق الركبة عم نقويها، بذات الوقت رح تقوى العضلة لتصير بمستوى كتفنا. اوكي هيدي كمان فينا نعملها 15 مرة 3 مرات بالنهار. نعم. رح ننتقل هلا لاخر تمرين كمان اللي هو على البنش. رح نرجع قد ما فينا لورا وبذات الوقت نشد ظهرنا قد ما فينا. بهيدي الطريقة وبهيدا التمرين بنكون عم نعمل ستريتشنج أو ليونة شوي لهيدي المنطقة اللي هون. هيدي الطريقة رح تخلينا إنه الهيب تجلس لورا في حال نحن كنت شوي فايتة لقدام، بذات الوقت رح تصير بمستوى الكتف. كمان فينا نعملها على الإجر الثانية. وبنرجع كمان قد ما فينا لورا وبنشد ظهرنا لفوق قد ما فينا. بهيدي الحالة هبة مرة على مرة رح نلاحظ انه كل جسمنا صار بمستوى واحد وزيت اللاين اللي عم نحكي عنه، كثير مهم انه نلتزم فيهم مش بس نقول انه هن هينين. اذا يعني بدي اشكرك كثير على هذه التمارين وان شاء الله يكون المشاهدين ايضا استفادوا منها، انا استفدت منها على صعيد شخصي. بدي اشكرك لإلك جون. شكرا. بعتقد الرياضة غيرت لك حياتك ايجابا يعني خلال 6 سنوات. يعني ننصح دائما المشاهدين بممارسه التمارين الرياضيه، وانا بنصح حالي صراحه لانه يعني بتكاسل كثير. المدربه الرياضيه كريستينا خليفه بدي اشكرك ومشاهدينا. فاصل منتابع بعد وابرز الاخبار الفنيه، يليها الصحه النفسيه للمراهقين، انتظرونا.